احمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بحضرتك معانا فندم. اهلا اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. انا بتصور علشان تبقوا او نبقى في الصوره كده مع بعض، ازاي نستشرف 2021؟ فبالتالي لازم نتوقف امام حاجات مهمه حصلت الفتره اللي فاتت علشان هنقدر نبني عليها، مش كده ولا ايه سيد سفير؟ ده اكيد. طيب. اكيد هنرجع قد ايه او نحكي للناس 10 سنين اهم الاحداث ايه؟ 10 سنين لان يعني من يعني حضرتك احنا زمان واحنا بنذاكر عشان نخش وزاره الخارجيه كان عندنا كتلتين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. ايوه. جينا في 2001 او بعد انهيار طبعا الاتحاد السوفيتي، 2001 كانت وقفه سياسيه على المستوى الدولي ادت الى تراكمات معينه. وصلنا ل 2011، دي كانت قمه التراكم اللي ادى الى ان 10 سنين من 2011 الى الان، او يعني 9 سنين هيبقوا قريب 10 سنين، حصل متغيرات لم تحدث من قبل في المنطقه. نعم. ونقدر نقول عليها ان هي تصل الى 20 متغير، فتخيلي 20 متغير. لما 20 متغير يحصلوا في منطقه الشرق الاوسط فقط، فانت لازم تتخيلي ما هو قادم، ان هو قد يكون صعب الى حد كبير على المنطقه وعلى حتى السياسه الدوليه بوجه عام. نعم. فانا ممكن نقولهم بسرعه جدا لو في وقت، مش هناخد هناخد رؤوس موضوعات، مش هنخش في تفاصيل. لا، مهم عشان الناس تبقى معانا في اللي احنا هنقوله في اللي جاي. يعني هو من 2011 بدانا عهد جديد حصل فيه ال 20 متغير اللي بقولهم حضرتك دول. اول حاجه دائما التقليل من فكره الحكومه المركزيه في الدول المنطقه. بمعنى في حاجات تحتاج فيها شرح بسيط. بالظبط، ان احنا دائما بننظر الى كل دوله ان هي دوله فيها حكومه في العاصمه، ولكن لازم يكون في جيب معين في منطقه ما في هذه الدوله صعب الوصول اليه او التحرك ناحيته، ده بتحكمه جماعات ارهابيه. فده في حد ذاته بيدي اشاره الى ان مفهوم الحكومه المركزيه اصبح ضعيف وفي تقليل من قيمته. دايما في جيب خطر على الدوله نفسها، على كل دوله بشكل عام. بشكل عام تمام، وممكن نقولها بس يمكن دلوقتي يمكن مش هيقدر يسعفنا. تاني حاجة تقليل من قيمة الجيوش التقليدية. بمعنى ان حضرتك الدول العربية لديها جيوش تقليدية يعني كبيرة جدا، ولكن برضو في مجموعة معينة مسلحة بأسلحة خفيفة وعربيات دفع رباعي بتستطيع ان هي تستنزف هذه الجيوش التقليدية على مدى طويل. وفعلا بقالنا حوالي 10 سنين تقريبا في مثل هذه يعني الموقعة في دول كثيرة. نعم. أنا بتكلم على دول كثيرة، مش بتكلم على مصر، أنا بتكلم على دول كثيرة في المنطقة زي سوريا وزي العراق وزي اليمن وكل حتة من صحيح. الظاهرة الثالثة إن حضرتك دخلنا في فكرة إنه مفيش حدود سياسية تستطيع إنها تحميكي من أشياء كثيرة، من الإرهاب العابر للحدود، من تغيرات المناخ، من الامراض زي الكورونا مثلا هي جت اخيرا. فاذا الحدود السياسيه اصبحت يعني هي مجرد حدود سياسيه ضد البشر، ضد انتقال البشر. تمام. ولكن الطوفان اللي ممكن يجي لك من العابر للحدود وعابر للقارات. طبعا. عابر للحدود وعابر للقارات. فدي ظاهره ثالثه. الظاهره الرابعه انه دلوقتي المنطقه ايضا شهدت يعني تحالفات استراتيجيه لم تكن متوقعه. لو قلت لي في 2001 ان روسيا وتركيا وايران بيقعدوا مع بعض عشان يقرروا مصير دوله عربيه، كنت هقول لك ان ده قدر من الخيال العلمي اللي انا لن اتقبله، ولكن ده الواقع اللي حتى موجود. كان غير قابل للنقاش. لا يعني كنت 2001. كنت حركه يعني كنت هتعتبرها هزار يعني سياسي او حاجه كده، شيء كان مستبعد. تمام. مستبعد. ولكن الان ده التحالفات ديت موجوده. هتيجي على المستوى التكتيكي على الارض هتلاقي ان في تحالفات برضو غير منظوره. بمعنى ان انا ممكن جماعه ارهابيه ما على الارض مثلا في سوريا عايز اطلعها من مكان الى مكان. ممكن قوي الاعداء او الاعداء الظاهرين ان هم يتفقوا على الارض ان المجموعه دي تطلع ويغضوا النظر او البصر، بحيث ان يطلعوا بالسلاح والعائلات من مكان الى مكان. فاذا في تحالفات تكتيكيه على الارض مختلفه. دينا مثال في الجزئيه دي، هل ليها علاقه بسوريا ايضا؟ علاقه بسوريا طبعا. علاقه بسوريا في مجموعات كانت مثلا ضد حزب الله، ولكن تم التفاهم مع حزب الله ان هم يحسبوهم
يطلعوا من يغضوا الطرف عنه، يطلعوا من المكان. فدي حصلت وموجوده. ننتقل الى النقطه اللي بعد كده، انا يمكن نسيت العد دلوقتي احنا وصلنا لكام، الى انه المنطقه اصبحت مرتع للقواعد العسكريه الاجنبيه. برضو احنا لما كنا بنذاكر زمان كان الاسطول الخامس الامريكي موجود في البحرين، دي كانت حاجه معلنه في الكتب حتى موجوده. دلوقتي حضرتك لا تتخيلي كميه القواعد، حتى وصلنا الى قاعده روسيه هتبقى في السودان قريبا، يعني هتحصل قريبا. في قاعدة أمريكية في سوريا برضو محدش يعرف عنها، لكن دي موجودة، دي موجودة بالفعل على الأراضي السورية. لكن القاعدة اللي في السودان دي لسه هتحصل. لسه هتحصل الروسية. يعني مش يعني أنا مش عايز أمس حد، لا لا خالص، لكن أنا بقول يعني على الظواهر الجديدة اللي موجودة. تمام. اللي هفتكره هقوله دي القواعد. القواعد الأجنبية اللي هي أصبحت حتى مثلا في دولة صغيرة زي جيبوتي، لو تمشي في الشارع هناك هتلاقي عسكري من الإمارات، عسكري من الصين، عسكري من فرنسا، عسكري من أمريكا وهكذا. دولة أصبحت كلها، وده في حد ذاته بيهدد الأمن القومي العربي بوجود القواعد بهذه الكثافة. طبعا تركيا موجودة في الصومال، أمريكا كانت موجودة في الصومال وهيسحبوا 700 جندي قريبا من هناك. برضو ظاهرة الظاهرة اللي بعد كده تنامي شهية الدول الجوار الإقليمي في التدخل في شؤوننا الداخلية. يعني عند حضرتك إيران وتركيا وإسرائيل وأثيوبيا أصبحت لها نهم شديد جدا في أن هم يتدخلوا في شؤوننا بأشكال مختلفة. ده ما كانش موجود قبل كده، ما كانش موجود خالص. كان حضرتك في إيران صحيح كان عندها أسلوب خشن في مثلا الاستيلاء على الجزر الإماراتية، كانت تركيا بتحب أن هي تتسلل إلى المنطقة عن طريق الثقافة وعن طريق الاقتصاد. ولكن الآن أصبح أسلوبها أكثر خشونة يمكن من إيران كمان. فده برضو ديت يعني وضع جديد. احنا لو برضو في 2001 قلتي لي الكلام دوت كنت يعني هبقى كنت هتقولي خلينا نتكلم في حاجه اهم مثلا. لكن ده اصبح ظاهره في السنه اللي احنا في العشر سنين الاخرانيه اللي احنا عايشين فيهم دول. دولة زي سوريا دي ظاهره برضو جديده. دولة عربيه لاول مره في تاريخ المنطقه العربيه يبقى فيها 8 جيوش محتله من 8 جيوش. فاكره حضرتك المانيا مثلا بعد الحرب العالميه الثانيه كان فيها 4 جيوش. لكن احنا سوريا وصل الحال فيها الى ان فيها 8 جيوش. تمام. وممكن نعدهم بس يعني شيء ده هيوصلك الى ظاهره جديده برضو اللي هو يعني الاستيلاء على الاراده العربيه في حل القضايا بتاعت المنطقه. يعني انت مالكيش ابدا صوت عربي يخش في المشكله الليبيه او المشكله السوريه او اليمن. دايما حتى المبعوث الاممي اللي بيتبعت من الامم المتحده بتلاقيه جنسيه يا اما مثلا نرويجي يا اما انجليزي يا اما مش عربي خالص. مفيش الا غسان سلامه كان في ليبيا واستقال ما كملش. حتى في الصحراء الغربيه بتاعت المغرب كان رئيس الماني سابق. تمام. ده هينقلك برضو الى ظاهره جديده الى انه اطاله امد المشكلات الموجوده في المنطقه. صحيح. يعني هنعيش مع هذه المشكلات لسنوات قادمه. مشكله سوريا احنا مكملين فيها. العالم مكمل فيها طبعا. اليمن مشاكل